la luz. Smee. Smee. Rakbeli. 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 Hergel. ترجع كرة معلول. معلول سمى الهرجال ياخذ الكرة. هرجال سمى اليمين بسام الجلدي يمكن في الكرة توصل له كجناح ايمن وركنين لصالح الفريق القومي سوس. ست دقائق لعب في الشوط الاول. انتاج الرئيمان التعادل بدون اهداف. وركنية على يسار الحارس جريد حارس المنتخب الجزائري باش يتولى تنفيذ الركنية لهرجال. هرجال ينفذ الركنية ترجع عن طريق الدفاع. سمى حكيم برام ياخذ كرة نتاعو ياخذ كرة حكيم برام. حسني الزواوي يخلف حسني الزواوي فوق المرمى. باهي المحاولة باهي المحاولة نتاع الفريق القومي التونسي في هذه الأولى الدقيقة السابعة من هذا الشوط الأول. كرة من حكيم برام لحسني الزواوي. حسني الزواوي يروج الكرة وهذه إعادة بالنسبة للمتفرجين على أساس تصد حسني الزواوي فوق المرمى. اتجاه جندوس. جندوس قاد الفريق الجزائري من يسار المنصوري تونا مارس مارس وكمسك لحم منتخب الجزائري تلعب كرة عصاد بنيمي قاسي سعيد بنيمي قاسي سعيد يستابني سابني تونا والحكم يكون مخالفاً لصالح المنتخب الجزائري. فعلاً مخالفاً لصالح المنتخب الجزائري. قال لي حكم سيد بروني قال قلت من سويسرا. سيد بروني قال عمره 39 سنة منذ 78 وهو حكم دولي. تتلفظ أن مخالفة تونا توزيع ثم حكم برام براس وتكون دائما صالح المنتخب الجزائري. لاروك توزيعا ممتازا من لاروك والهدف الاول والهدف الاول عن طريق مجر. الهدف الاول في الدقيقه التاسعه. هذه اعاده توزيعا ممتازه من مارك ومجر يفتتح النتيجه لصالح المنتخب الجزائري. تصبح اذا نتيجه هدف في صفر. شوفوا التوزيع التوزيع كان فيه ياسر من المرض ورغم خروج السبعي ما جاء دخل من الكره. هدف لصفر صالح الجزائر امام تونس. هذا مساء لقاء معين كرة المعلول صالح الفريق القومي التونسي. معلول خالد بن يحيى خالد بن يحيى اتجاه ركبي ركبي تبع في المجرية ياخذ الكرة. كل شيء مباشر زمن خالد بن يحيى. خالد بن يحيى معلول معلول يتوغل يهز كرة للشريف. الشريف يحب يمس كرة لهرجال وتتقطع عن طريق فادي. فادي وهجوم معاد اخر عن طريق مجر. مجر للتوزيع بتاعه بعيده توزيعة بعيده وستة امتار لصالح المنتخب التونسي. حق ممتاز وبداية اذا لصالح الجزائر. هدف لصفر سبعي خمسة ستة أمتار. مغرية براد بنومي قاسي سعيد في اتجاه سبل. مرجع يرجع لسبل. ما هي توزيعة وكذلك التغطية من خالد بن يحيى. لكن الكرة تخرج ركنية لصالح الفريق القومي الجزائري.
لكم من المدرب بالفريق الوطني الجزائري في الكعبان. ركلي على يسار الحارس السبك. مجر عود تسلم التنسيق لنفذ ركلي. ترجع طويل خالد بن يحيى. ماروك وتوزيع تمام. برام ثم القطري سيلة مغرية بالرأس وعملية سيدة مثل ثم حسن جلوي ويرجع بالصورة لحرك مرمية السبع من حكيم برام حسن جلوي قطري معلول اتجاه حسن جلوي وشكل الكورة ويصير الهجوم مثل حل منطقة الجزائر بنومي بمس متجر بنومي مرة أخرى متجر بنحطها طريق خالد بن يحيى معلول اتجاه ركبتو ركبتو من هرجال كرة بيلعب لكن يحطها يا هرجال من اليسار شريك هو نص المتجر تبع فيه ساحي المتجر ويخرج الكرة من عنده بس كان مجرد انك تتمسك من الترجع دائما تحت رقم خالد بن يحيى بسان وسام يخلي الكره تخرج تمسك على حكايه القوم الجزائري مباشره الكره جنبه بنومي مرق بنومي عكار مرق كره توصل عكار عكار تبع في حسن الجوي ويأخذ من الكرة مثل الحكم يعلن على مخالفة صالح المنتخب الجزائري في الثلاثة تمشي كرة مرق مرق لليمين اتجاه سادي حلف اللعب يدافع عن أي من المنتخب الجزائري قاسي سعيد يرفع كرة ثم تسلل تسلل صالح المنتخب الجزائري سالم المخلولي 14 دقيقة لعب في التوصيل ونتيجة هدف من تصل لصالح الجزائر منصور وجبت جبت 3-3 عن طريق مجد كرة حاليا تحت رقم الثلاثي بسام الجنوبي نبيل معلول نبيل معلول مطول اليمين في اتجاه الركبة ركبة يصبح كجناح ايمن يحاول يدخل والتغطية من جنبه تغطية من جنبه وتماس لصالح الجزائر منصور من حتى رجله ركبوا فتم الجريد وتسلم من ركبوا لابد تسلم عطان منصوري منصوري حرب مرماتي مجر قاسم سعيد مجر يغير اتجاه اللعب في اتجاه المنصور يريح كورته المنصور مارك اتجاه المغرية جلدين قاسم سعيد وتتخطى الكرة عن طريق معلول تمشي القصر الان مدافع الايمن فريق قميصوس حكيم برام حكيم برام في اتجاه نبيل معلول طويله من نبيل معلول في اتجاه بسام الجريدي بسام الجريدي كجناح ايمن ياخذ الكره بتاعته تخرج له حاول باش يركح الكره ثم ينزع لكن ما تمكنش باش يتحكم في الكره بتاعه تخرج 6 امتار صلاح المنتخب الجزائري دريب المنصوري يرجع لدري دري 26 سنة لاعب بمندي سهران سادني مامات
له الكره بلدي يحاول يرجع يلعب عمليه واحد اثنين. كره لصالح المنتخب التونسي، كره في اتجاه خالد بن يحيى. خالد بن يحيى، خالد بن يحيى يلوش المساندة ويلقاها مع حسن الزين. حسن الزين على مستوى نصف الميدان يرمي الكرة طويلة. الركبي، الركبي يحاول باش يتلغل يتبع فيه قاسي سعيد، يرجع بالكرة لتاني حكيم براهم. ثم نبيل معلول يتلقى الكرة على اليمين، يتلقاها من حكيم براهم. نبيل معلول يرفع كرة، مازالت كرة صح الفريق التونسي. الهرجال كجناح ايسر يحاول باش يراوغ. هرجان، هرجان ترجع له الكرة، يتبع فيه زوج لاعبين، ياخذ الكرة كرة حاليا مجر. مارك عطاك صدمي، يوزع حكيم برام وكرة ترجع عن طريق الشريط. كرة التالي للدفاع في جهة قلدوز، قلدوز يوزع على اليمين صدمي للنومي، للنومي بالنومي تتقص كرة عن طريق الخميري. الخميري لحارس مرمى سبعي 18 في كلاب. الشوط الأول نتيجة دائما هدف لصفر صالح الجزائر أمام تونس. الهدف الوحيد لحد الآن جابت في خطاس عن طريق مجر. الخميري معلوم، هرجال، هرجال فينا في اتجاه الشريط ومخالفا لصالح الشريط. الشريط يبقى فوق ارضية الميدان بعد هذا الاصطدام مع المدافع المغربية. فيك الطبيب الفريق التونسي ومدلة الفريق ايضا لاسعاف المدافع الايسر فريق قومي التونسي الشريفي. قلت بالنسبه للحكم اللي يدير هذا اللقاء في برونو جالير عمره 39 سنه، ادار 50 مباراه دوليه، شارك في نهائيات كأس العالم 82 بإسبانيا، وهو حكم دولي منذ 78. تلفظ المخالفة ترجع عن طريق جندوين في اتجاه الناناد، ياخذ الكرة الخميري مع مين؟ خالد بن يحيى. خالد بن يحيى يراود الكرة يرجع بها مباشرة لحارس مرمى السبعي. السبعي مرة أخرى خالد بن يحيى. خالد بن يحيى ليبروند عن طريق قومي التونسي يحمل رقم 8. هرجال خالد منيح اتجاه الخميري. حسني الزياوي، نبيل معلول، نبيل معلول طويله في اتجاه الركبه يصبح كجناح امل الكره تخرج وتمت لصالح الجزائر. ترجع الكره بنزيل عن طريق المنصوري في اتجاه جندوز. جندوز مره اخرى للمنصوري مدافع ايسر الفريق القومي الجزائري اتجاه عصاد ومخالفة لصالح عصاد ضد المدافع الأيمن الجفري. هذا المدرب القومي التونسي سيدوس خزوز. بنومي، بنومي مجر السادني مرة أخرى اتجاه مجر وثم تغطية ممتازة لكن ترجع الكرة لصالح فريق الجزائري السادني. وحاليا مجر يوزع وعصاد تدخل برا. فرصة هدف تضيع المنتخب الجزائري، بعض الامتار فقط كانت تفصل
انه جرح الايسر عصب توزيعه كانت ممتازه جدا. شوفوا طبعا منيح بالنسبه لسد النظر موقع ممتاز على مستوى 6 امتار لكن القصه كانت عاليه. هذا بلك حكيتي عن فريق الكوميتو 6 امتار 7 خميري يرجع للسبعة 28 دقيقة لعب في الشوط الأول ينتج دائما هدف لصفر لصالح الجزائر أمام تونس في هذا اللقاء لقاء الإياب للدور التمهيدي الأخير من تصفية كأس العالم 86 نهائيات كأس العالم تعرفوا بالجزيرة الصائفة المقبلة بمكسيكو. خالد بن يحيى يوزع المخافة تمشي الهرجال هرجال حكيم برام حكيم برام كجناح ايمن يدخل ويخرج كرة في جبهة سامي الجنيدي داخل المناطق ما يتمكنش من استغلال الفرصة هذه اللي كانت تقام المدافعين كانوا يتبعوا فيه فرصة ممتازة فرصة طيبة لصالح الفريق التونسي تضيع ترجع كرة لصالح الفريق الجزائري بنومي بنومي كرة تتقطع عن طريق الشريطي ومخالفة صالح الركبي تتنفذ حسني الزواوي شريط شريطي يقدم نفس كرة لبسام جريد بسام جريد يجي عليه الكرة نفس مسام الدفاع مجار مجار على مستوى نصف الميداني نفس كرة لليسار مرعوك مرات عمر تدخل ممتاز تدخل ممتاز من القصري هرجال هرجال خالد بن يحيى خالد بن يحيى حكيم برهم يخلي كرة لهرجال هرجال معلول بن يحيى بن يحيى في اتجاه حكيم برهم يصبح كجناح ايمن يتبع في المغرية يحاول بشراء المغرية يدخل بين كذا لاعبين وكرة تمشي للبشر خلي دريج دريج لمسار منصوري هذا محتاجين فريق نتوس كنت تذكرت مطيش الهوار بين هنشيري جزيل ومنصر ومعهم ايضا كان جيمس فايسل الجناسي والحارس مختار نيلي ترميل هو دور أصيب خلال الحصة التدريبية الوحيدة اللي أجرها الفريق التونسي هنا في ملعب 5 جويلية منصوري بنومي بنومي تمرير ذكية من بنومي اتجاه عصاب تتقتلوا لكن فما مخالفة قبل يقول الحكم مخالفة لصالح المنتخب الجزائري بعد تقريبا 25 متر على الحارس السرعة تتنفس عصاد منصوري باهية من بنومي منصوري وباهية من الحارس هنا من حارس سبع حكيم برام وجوم معاكس فريق قومي التونسي بسام جريدي في اتجاه الركبي الركبي يتبع فيه جنبي يخرج له كرة تمر تمر صلاح فريق قومي التونسي على يسار الحارس ترجع الكرة الركبي الركبي كجناح ايمن يخرج كرة تمشي مباشرة المدافع الايمن فريق الجزائر السادمي ياخذ الكرة نبيل معلول نبيل معلول مع الشريطي بسام الجريدي يحذف بسام سهلة قصة سهلة في جندري قصة سهلة في جندري ودريب مباشرة لجندري قائد فريق المنتخب الجزائري يرجع الحارس مرمى هذا بنك شهادته بنك احتياطي المنتخب الجزائري بنومي طويلة من بنومي الكرة في اتجاه مجار وخالد بن يحيى وستة امتار لصالح المنتخب التونسي مجار يكون لبس تدخل كلكي من خالد بن يحيى معلول هرجال
هرجال مني مين؟ جفري؟ جفري حسني يوم حكيم برام، حكيم برام تبع في ماروكي مش كرة. نبيل معلول، نبيل معلول سمح حسني زي يطلب في الكرة، لكن تدخل من جندوز تمشي المارك، مارك مارك جندوز، جندوز يخذ هذا الهجوم من يمين وتغطية أخرى من خالد بن واحد، خالد بن واحد طويلة تجي بسام الجريد يخلي الكرة تتعدى، وثم المدافع الأيسر أم جزائري بكل سهولة ياخذ الكرة متاعه منصوري، منصوري 28 سنة يلعب في فريق مونبولي.